الكهرباء. وبعد طول معاناة مع المرض وافته المنية رحمه الله مساء يوم السبت العاشر من صفر الخير 32 و400 وألف، حيث شيع جثمانه في موكب مهيب ليوارى الثرى بمقبرة الشهداء بباب دكالة بجوار رفيق دربه الأستاذ محمد علوي السليماني رحمه الله. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعشية تشيع جنازة الأستاذ أحمد الملاخ رحمه الله نظمت جماعة العدل والإحسان حفلا تأبينيا وفاء لروح الفقيد، حضره جمع مشهود في مقدمتهم أعضاء مجلس إرشاد الجماعة وتلامذة الأستاذ ومحبوه ومجموعة من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من داخل المدينة وخارجها، إضافة إلى أعضاء الجماعة وأفراد عائلته الصغيرة. افتتح بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم بكلمة تأبينية للأستاذ المرشد ذكر فيها بمناقب الفقيد وأخلاقه وسجاياه. وأواسيب جماعة العدل والإحسان ينصرف من هذه الدنيا تباعا، يتلو الأولين الآخرون. ذهب سيدي محمد العلوي رحمه الله، وهذه حفلة سيدي أحمد الملاخ. هؤلاء الرجلان قد أبليا البلاء الحسن في هذه الجماعة، فكانوا ممن أسسوا العمل وصبروا وكانوا مثالا يقتدى به في استقامة السلوك الحسن والتهمم بمصير الأمة. صلى الله عز وجل أن يرحمهما وأن يحق بهما هذه الأجيال المقبلة. ربي واجعل والدي ديما في نعيم وقد تخلل هذا الحفل جملة من الفقرات المتنوعة توزعت بين ابتهالات وشهادات في حق الفقيد وإهداءات شعرية تشيد بمناقبه رحمه الله. العين تدمع والفؤاد مسهد، كيف السعادة والمودع أحمد. مات الوفي فيا مدامع كفكفي، لا حزن إن رحل الجواد الأجود. التحق إلى جوار ربي، التحق بعد عمر مليء الجهاد والدعوة والتربية والعمل على إعلاء كلمة الله عز وجل.
انتقل وترك من خلفه الذرية الصالحة التي تدعو له. باختصار نقدر نقول هو كان القدوة ديالنا في الحياة ولا في الممات ديالو، ونتمنى نكونوا كيف ما بغى يشوفنا هو في هاد الدنيا. كان بغانا نحفظوا كنا القرآن ونسيروا على النهج ديالو كما سار الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والله يرحمه. بالنسبة لي مثابة أب وعشت معاه أحسن لحظات في حياتي، رباني وعيشني في أحسن معيشة، ونتمنى أن يكون مثابة خلف ديالي إن شاء الله. كنت كصبط الله أرى فيه عدة رجال وعدة شخصيات في آنذته، كان الجدة، كان الأب، كان المعلم، كان الصديق.